اهلا بحضراتكم من جديد، وبنرحب في بدايه الفقره بثريا محمد نجمتنا، يعني زي ما بيقولوا كليوباترا النيل، واتقال عليها كتير في الاتحاد الافريقي والدولي. نجمتنا نجمه كره السله في النادي الاهلي ومنتخب مصر. الحمد لله على السلامه، واهلا بيكي في قناه الاهلي يا ثريا. الله يسلمك، اهلا بيك. اللي ما يعرفوش طبعا الظروف اللي حصلت، ثريا السنه اللي فاتت تعرضت لاصابه شديده رباط صليبي، وكان في بدايه الموسم في مباراه الجزيره في القاهره. والحقيقه هي كانت لحم الموسمين مع بعض، ويعني كانت اصابه شديده، والحمد لله دلوقتي بدات تتعافى وبدات تنزل مع الفريق. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كانت فتره صعبه صح؟ كانت صعبه جدا بصراحه عليكي، يعني كانت يعني بالذات انت كنت يعني في زي ما بيقولوا يعني في عز تألقك. دي حقيقه. زعلت جامد يا ثريا؟ طبعا اكيد زعلت، طبعا هي جت في اول الموسم، وان انا زي ما حضرتك قلت فعلا كنت يعني حتى في الماتش ده انا كنت فعلا كويسه وماشيه كويس جدا. ما جاش في دماغي خالص ان يعني انا مش متخيله اصلا اصابه رباط صليبي دي عامله ازاي. بس لا الموضوع تعيطي جامد في الملعب، وانا حسيت ان ركبتي مش في مكانها، مش يعني انا حسيت فعلا ركبتي لفت مينيمم مثلا مرتين، فالموضوع فعلا كان صعب. بس ان حد يخبط حد فتخبط حد فتخبط فريده اللي معايا في الفرقه، ففريده تزقني، فهي متقدرالي يعني الحمد لله. بس فالحمد لله كانت فتره صعبه بس عدت الحمد لله بالعزيمه. انا شايف كمان الحمد لله انت كنت تتمرني وتعدي كويس وعلاج طبيعي وتاهيل الحمد لله، يعني كنا سامعين انت حتى ملتزمه بالتزام شديد عشان ترجعي في الميعاد. دي حقيقه، انا فعلا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اكون ملتزمه مثلا في الجيم، ان انا اروح كل يوم. الحمد لله في خلال التسع شهور ما غبتش ولا يوم خالص في الجيم. مدرب التأهيل بتاعي كان بيساعدني جامد بصراحة، كابتن محمد علي كان على طول موجود معايا. بنزل الشوط لوحدي بيكون موجود، بنزل في الجيم حتى بيجي لي في أي وقت، فهو حس ان انا فعلا عايزه ان انا ارجع فاسعدني. طبيعتك ملتزمه اصلا، يعني طبيعتك ملتزمه وعايزه تبقى احسن، وبننتهز الفرصه دي ونقول لك مبروك على الجواز. الله يبارك مبروك على كتب الكتاب وان شاء الله اتمنى لك حياه كلها مليئه بالسعاده ومليئه طبعا بالنجاح. فيعني حاجه برضو ساعدتنا جدا جدا وفرحنا لك جدا جدا. الله يبارك فيك، ميرسي. طيب قولي لي يا ثريا، يعني اكيد عودتك من يعني السنه اللي فاتت انت مينيمم كده فرقتي معانا 20 بونت في السكور، يعني احنا معلش يا كابتن خلينا انا بتكلم بقى سنه اقول انا بقى ف 20 بونت مش موجودين في السكور، لعيبه مؤثره جدا مش في النادي الاهلي بس، ده في منتخب مصر، والفرقه اتعرضت لهزه. فطبعا وانت راجع من اصابه لسه محتاجه الناس عليكي، يعني زي ما بيقولوا يا وش يا وش، واحده واحده وقت ترجعي لنفسك وترجعي لمستواكي. شايفه الموسم معاكي ازاي؟ وشايفه الموسم بالنسبه للفرقه وانت جزء منه ايه؟ والله انا شايفه ان الموسم السنه دي مختلف، زي ما كابتن طارق وميرال كانوا بيقولوا ان كل بوزيشن فعلا في اكتر من واحده او اتنين، مينيمم اتنين من كل بوزيشن لعبوا منتخب مصر درجه اولى، فدي حاجه هتساعدنا اكتر ان احنا مش فارقه مين في الملعب من مين بره الملعب، كده كده اي تغيير كابتن طارق هيعمله هيبقى افكتيف فعلا، مش هتبقى فارقه مين جوه بالظبط. الخمسه اللي في الملعب، اي خمسه في الملعب يقدروا يشيلوا الدرجه اولى. دي حاجه تسعدك كنجمه في الفريق؟ طبعا دي حاجه تسعدني. احنا حتى يعني المنتاليتي اللي كابتن طارق عايزنا نبقى فيها، ان لسه حتى كان في اخر تمرين بيقول لنا انتوا كنا طالعين انا وميرال وسلعاوي مع بعض، بيقول لنا الفاضيه فيكوا تاخدوا الكوره، يعني انت يعني فاضيه فيكوا اللي ضامن ان اللي جنبها هتجيب تديها لها تسيب لها الكوره ايا كان مين اللي موجود في الملعب. فكل ده طبعا حاجه بتحسسنا ان الكوتش واثق فينا كلنا، مش واثق في حد واحد بس، ومقدر ان احنا نعمل اسيست. يعني خلي بالك في مدربين، معلش ومش طارق خيري بعد اذنك يعني يا كابتن، يعني هو بيبص اللي عنده، يعني هو كان لعيب بوينت جارد وكان الاسيست عنده اهم من الباسكت طبعا، فهو هيبقى مقدر ده. صح. اللي هتلعب يعني زميلتها في الملعب هيبقى مقدره بشكل كبير، وممكن تبقى هي النجمه الاولى بالظبط، وخصوصا لو لعيبه كتير بتحب السكور، فلما تدور على الاسيست ده نجاح كبير لاي فرقه. طب انت يعني جعانه بطولات قوي بصراحه، يعني نفسك. نفسي كمان خصوصا الموسم ده اني راجعه بعد اصابه، وان الفرقه بقت جبنا صفقتين كويسين جدا زي كانت ميرال او هاله، والناس اللي جددت فرقه متكامله، فبصراحه نفسي ان احنا نرجع ناخد كل المحترفه. شفتيها؟ شفت هايلايتس ليها، فبصراحه شايفاها مفيده جدا يعني. جدا يعني تلعب بره ماشي، تلعب جوه ماشي، خفيفه تنفع فوق ولعبت وتحت. في دوريات قويه يعني بالزبط. جايه مجربه جاهزه ومتشافه كويس، مش انانيه يعني تقدر انها تساعدنا، وتقدر يعني احنا الحمد لله ما عندناش دروب في مكان، بس هي تتحط في اي مكان هتملاه عادي خالص. بس برافو، انا عاجبني يعني تفكيرك اللي بتفكري بيه والله بجد، يعني خلي بالك النجم جوه وبره الملعب، هو النجم بره جوه.